ماذا فعلت يا موران؟ كيف تترك عثمان مع جنود بالغاي الوغد؟ أجبني، أي محارب أنت؟ كيف تفعل هذا يا بوران؟ إنه أمر السيد يا عثمان، ليس بيدي. سلمني أمانته وقال ليذهب، أخذتها وأتيت. لا يمكنني أن أعارض أمره. أيها الجنود، لن نذهب لقصر علي شار، بل سنذهب لنبحث عن أخي في الغابة. لا تعودوا قبل أن تجدوا أخي. أمرك يا سيدي. هيا هيا. سيد غوندوز. ماذا؟ ضيفتنا مهمة، إنها الأميرة أديلفا، ابنة أخي الإمبراطور. إنها الأميرة إذن. أكمل. أرادوا تزويجها لجيخاتو، لكن سيدي عثمان منعه. لو تم عقد الزواج لانتهى أمر جميع الأوغوس في هذه المنطقة يا بني، ولهذا أرسل عثمان الأميرة معك ولو على حساب روحه. سيدي، أمرني أن أضعها في أمانتكم. الأمر سري وعلينا حمايتها. اللهم احفظ عثمان. أهلا بك في قبيلة الكاي. سيدة سيلجان، ستهتمين بضيفتنا، لكن ستبقى هويتها سرية. شكرا لكم. آمل ألا أزعجكم. أهلا وسهلا بك يا ابنتي، أنت ضيفتنا الآن. بالا، تعالي معنا. تفضل. آخ يا عثمان، آخ، كيف تخليت عن روحك وعرضت نفسك للخطر؟ سيد غوندوز، أعطني الأمر لأبحث مع الجنود. هناك سر ما في هذا الأمر يا غوندوز، هناك شيء غريب. خيرا يا سيد بارسي. يا غوندوز، بما أن عثمان اختطف الأميرة أديلفا، وبما أن بلغاي هناك أيضا، فلن تقع الحرب، وإنما الصلح يا غوندوز. بلغاي سوف يطلب عقد اتفاق مع عثمان.